كتبدا القصه مع جوج ملونات شادين الطريق وسط الغابه. العزيه سميتها صوفيا والصفريطه بي. من بعد مده ديال الطريق وصلوا القصر وسط الغابه، خلاو الطوموبيل برا ودخلوا. تما غنشوفوا صحاب صوفيا محتفلين. طلعت اليس سلمت على صوفيا، من بعد رحبت بي وعرفاتها على الاخرين. هاد الصاد سميتو ديفيد، هادي ايما، المشعكه جوردن، هذاك الطويل غريغ، وكاملين جاوا للقصر ديال والدين ديفيد باش يدوزوا فيه شي ايام. جاب غريغ واحد القريعه باش يحتفلوا، وهما عطينا للضحك والنشاط بدات الشتا كطيح. ديك الساعه دخلوا للدار وكملوا الحفله تما، كانوا ضاحكين ناشطين وكل شي غادي مزيان، حتى اللحظه اللي حبسات صوفيا الموسيقى وقالت لهم غنلعبوا لعبه الجوتات، وهي كتقطع الوراق كتقول لهم اللي جات فيه علامه اكس غيكون هو القاتل. قطعتها ايما وقالت لها بلي ما كتعجبهاش هاد اللعبه، حيت ديما في التالي كيبقى شي حد يبكي. وراها دارت عند ديفيد وسولته على واحد سميتو ماكس. ديفيد مع سمع سميتو دفعه وناض معصب. غريغ جديد مع الجروب وما عارفش القانون ديال اللعبه، سول صوفيا كيفاش البلان، جاوبته بلي شويه غطفي الضو وتفرق الوراق، اللي جات في اكس غيكون هو القاتل وخاصو يقيس الاخرين في ظهرهم، واللي ما جاتش فيه الورقه ديال القاتل خاصو يحاول يهرب منه، ولكن الا مشى حتى قاسو القاتل في ظهره غيطيح في الارض ويمثل بلي مات. وصوفيا مازال كتشرح، غوت ديفيد الاليس ومشاو لشي بلاصه. موراها كملت جوردن الشرح وقالت لي اللي لقى هذاك اللي مثل راه مات، خاصو يبقى يغوت جثته، ديك الساعه غيشعلوا الضو ويحاولوا يعرفوا شكون هو القاتل. نمشيو عند اليس ديفيد، تعطوا السكر كلاصي في الكوزينه، من بعد رجعوا عندهم باش يبداو اللعب. فرقوا الوراق، طفاو الضو، تما كل واحد فين شدها. الدنيا مظلمه حتى حد ما كيشوف شي وزه، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى بدات صوفيا كتغوت جوتها. شعلوا الضو وغيكون غريغ اللي تقاس ظهره، تجمعوا عليه وهما كيحاولوا يعرفوا شكون هو القاتل. قالت لي اليس بلي صافي يقدر ينوض. صاحبنا ما ردش عليها، بدات كتزعزعو والو، قلباتو على ظهره مازال ما كيردش. حتى لهاد اللحظه جا ديفيد وضرب بقرعه وهو يفيق. هنا صحابنا تنفسوا حيت كان خلعهم ديال بالصح. كملوا التصويت على شكون غيكون فيهم القاتل. وسط اللعب بغى غريغ يهضر ولكن قاطعوا ديفيد وبقى مطلعها عليه. غريغ ما عجبوش الحال، ديك الساعه قال لهم بلي جه النعاس، طلع لشي بيت وخلاهم يكملوا اللعب. البنات في هذه اللحظه داروا لديفيد حيت كيعاملوا خايب. هنا حتى هو كعا هرس قرعه وخرج. كملوا البنات اللعب بوحدهم، يلا غيبداو مره اخرى. تقطع الضو، بداو كيغوتوا لديفيد يرجعوا حيت عند بالهم هو اللي قطعوا. ملي ما ردش عليهم مشات جوردن تشوف المولد. موراها نط بيه للطواليت وهي كتقلب لقات راسها في الكوزينه. تبعتها صوفيا باش تقول لها راه ماشي تما الطواليت. فهاد اللحظه سمعوا الضرب في الزاج، داروا بان لهم ديفيد عامر بالدم. خرجت صوفيا كتجري وكتغوت، تجمعوا البنات. هنا غنشوفوا ديفيد مذبوح وقريب يعقدهم. حاولوا يتصلوا بالاسعاف، الريزو مشى بسبب الانقطاع ديال الضو. ديفيد كان مجروح بزاف، داكشي علاش مات قبل ما يلحقوا يسعفوه. هنا البنات خافوا ومشاو كيجريو للطوموبيل ديال صوفيا باش يهربوا. طلعوا كاملين، صوفيا بغات ديماري، القطره نسات البوله شاعله والباتري خوا. هنا ما بقى عندهم حتى شي حل من غير يرجعوا للدار ويسدوا عليهم. اللعبه اللي كانوا كيدوزوا بها الوقت تحولت الحقيقه، ودابا خاصهم يعرفوا شكون قتل ديفيد. بدا شي كيقول غريغ حيت هو اللي يلاه سيمانه باش عرفوه، شي كيقول ماكس اللي جا معاهم وعرفوا فين مشى. المهم كلها كيقمر على واحد. داروا يسولوا ايما اش بان ليها في هذا الشيء، لقاوها غبرات. ديك الساعه خرجوا يقلبوا عليها، طلعوا للغرفه ديال اليس، داروها كامله والو ما كايناش. وهما خارجين لقات جوردن الساك ديال غريغ، فتحاتو وكان عامر بكاع الحوايج اللي غتحتاج الا كنتي باغي دير شي مغامره. وسط داك الشيء لقاو خريطه مدور فيها على القصر. ضربات جوردن الشكاره ديالو في دارها وكملوا التقلاب على ايما. دخلوا لواحد الغرفه اخرى، تما بان لهم شي حد مخبي في الفراش. بداو كيهزوا الغطا بشويه، في هذا اللحظه لقاو ايما مخبعه وغتموت بالخلعه. نوضوها معاهم وخرجوا يكملوا التقلاب على غريغ. داروا الدار كامله، في الاخير بان لهم داير قناع ديال الاكتئاب ومجبد في واحد البلاصه. دخلوا عليه تما، بداو كيقربوا ليه بشويه. فهاد اللحظه قاستو اليس هو يفيق، سولو في كان هاد الوقت كامل وعلاش ما جاوبش ملي غوتو عليه. رد عليهم بلي كان متكي هنا وداير الموسيقى في ودنيه، داكشي علاش ما سمعهمش. البنات ما تاقوش بهاد الهضره وبداو كيقولوا ليه انت اللي قتلتي ديفيد. صاحبنا بدا كيضحك حيت حساب ليه مازال مكملين في اللعب. هنا البنات زادوا تنكراو، المهم حتى واحد فيهم ما فاهم الاخر. جبدوا عليه الماس، هنا خطف صوفيا موسى باش يدافع على راسو. بدا كيقول لهم حطوهم في الارض وشرحوا ليا اش واقع حيت ما فاهم والو. حطوا البنات الماس، ما حط حتى هو ديالو، هجموا عليه. ضرب جوردن مع الحيط، رمى ايما في الارض، من بعد بدا كيتسابق مع صوفيا على الموس. سبقها ليه، ما هزو في يدو جات فيه بيب واحد الحديده طيحاته. بغى يحاول يوقف، عاودته مره اخرى. مور هاد الشيء البنات ارتاحوا شويه حيت الشخص اللي كانوا شاكين فيه مات. مشات بيت بدل حوايجها حيت قاسهم الدم، والاخرين كل وحده فين تحركات. بقات اليس كدور في الدار وكتقلب عليهم. واحد اللحظه حسات بالخوف وبدات كتجري. يلا زادت شويه تعكلت بشي حاجه وطاحت. وقفت وضوات باش تعرف علاش طاحت، لقات ايما ميته. خافت بزاف وبدات كتغوت. جات جوردن كتجري، موراها وصلت بي، ضربوا على الدم في الدروج. تما سولوا اليس واش طاحت، بقات كتبكي وجاوبتهم بلي سمعت شي حد فيها. فهاد اللحظه وصلت صوفيا وجلسوا بربعه كيحاولوا يعرفوا شنو وقع وشكون هو القاتل. ما داش بزاف ديال الوقت تدوروا الصمت على بي، حيت هي اللي كانت ضربات غريغ وهي اللي ولا شافت الجثه ديال ديفيد.
تحامت عليه آليس وجوردن خرجوها برا. من بعد سدوا الباب وجلسوا غير بثلاثة. عيات ما تدقوا طلبهم يدخلوها ولكن ما بغاوش. ديك الساعة مشات كتجري للطوموبيل، بقات كتقاتل معها حتى فتحاتها وتخبعات فيها. جبدات واحد الساك بدلت حوايجها، ارتاحت شوية. من بعد غنشوفوها راجعة للدار. طلعت من الشرجم بلا شي حد هز فردي. ديك الساعة بقات كتقلب كيفاش تدخل للدار حتى لقات واحد النفق تخشات فيه. خرجت في الكوزينة هزات منها مطرقة وتحركت عند البنات. مع دخلات قالت لهم بلي جوردن عندها فردي. طلبوا من جوردن تخوي جيابها ولكن ما كان عندها والو من غير الورقة ديال اللعبة فيها علامة اكس، الشي اللي كيعني بلي هي اللي كانت القاتل ملي كانوا لاعبين. هادشي ما فيه والو حيت في الاول كانوا غير لاعبين، ولكن مع البنات معرقينها لا دروغ وشراب دوروا لها الصمتة. جوردن ما تسرطاتش لهاد اللعيبة، مشات كتجري جبدات الفردي وغتكون بي عندها الحق ملي قالت لهم بلي شافتها مخبعة سلاح. بدات آليس كتناقر معها وكتسبها. هنا جوردن سخطات وتيرات فيها الرجل. آليس تقصحات بزاف ولكن واخا هكاك وقفات وبدات كدابز معها على السلاح. دخلت صوفيا وبي باش يعاونوها تحيدوا ليها. تجمعوا بربع على السلاح. فهاد اللحظة تسمعت التيرة تفرقوا. هنا غنشوفوا آليس ميتة. طار جوردن على السلاح بقات رجع باللور وكتقول لهم بلي ماشي هي القاتل. فهاد اللحظة نقزت عليها بي وبداو كيتجابدوا على الفردي مرة أخرى. بيرما جوردن من الفوق ولكن السلاح مازال في يدها. بدات كتيري فيهم وفي نفس الوقت ما قادراش توقف حيت مفرشخة. هنا علقت صوفيا وبي من حداها تخبعوا في واحد الغرفة. يلا ارتاحوا شوية العب لهم لا دروغ وشراب وبداو تناوي مرة أخرى. هنا بي فتحت الباب وعلقات. تبعتها صوفيا كتجري وكتقول لها بلي خاصهم يبقاو بجوج ولكن ما سمعاتش ليها وتخبعت بوحدها ورا الكنابي. بقات تما حتى طلع الصباح. ديك الساعة خرجت من الدار وسط الجدد ديال صحابها وهي كتقلب واش مازال شي حد عايش. جات صوفيا كتجري عن نقاتها. من بعد بقات كتبكي وقالت لها بلي كانت عطات الايما تجرب معها السكر كلاصي. داكشي علاش ملي كانت هابطه في الدروج تعكلات وطاحت على راسها. هزوا التليفون ديال ديفيد باش يتصلوا بالبوليس. مشات بفتحاته بوجهه. مع الدخله طلع لهم فيديو كان كيصوروا قبل ما يموت. بداو كيتفرجوا. تما غنشوفوا صاحبنا كيدير واحد التشالنج في تيك توك، بغى يفتح القرعه بالسيف ولكن زلق ليه وجا ليه في عنقه. هنا غنفهموا بلي صاحبنا قتل راسو بالغلط، والبنات بسبب التاثير ديال اللعبه عليهم زائد الشراب والمخدرات قتلوا بعضياتهم حيت حساب لهم لعبه الموت ولات حقيقه. وهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. طاق لي صاحبي يقول لي بركه من التيك توك حسن ما تقتلنا كاملين. الى عجبكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب، واهم حاجه بارطاجي مع اصحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.